الاحتفال بعيد الفطر في مدينة القيروان التونسية يكون دائما في أجواء مميزة نظرا للطابع الخاص لهذه المدينة التي كانت أول مدينة إسلامية تم تشييدها في المغرب العربي. نعم، فبعد صلاة عيد الفطر يبدأ تبادل التهاني والزيارات والاجتماع حول ملذ وطاب من حلويات العيد على رأسها المقروض الذي تشتهر به مدينة القيروان. مراسلتنا في تونس نسرين روضاني والتفاصيل. هنا في جامع عقبة بن نافع أبرز معالم مدينة القيروان يؤدي العمرضة صلاة العيد. ثم يتبادل التهاني مع بقية المصلين. عند الرجوع إلى المنزل يعايد زوجته ويقدم لها حق الملح، وهي هدية يعبر بها عن امتنانه لها لإعداد الإفطار طيلة شهر رمضان. إثر صلاة العيد نعيد على الزوجة وكذا الوالدة ذا الموجودة نعيد عليها ونأخذ منها دعوة خير، وهذيك وكل دار نمشيو لها لقارب خالاتنا عماتنا، ما فماش دار ما تمدلكش العلو. طارق العلاني الحافظ لتاريخ القيروان والعارف بتقاليدها يحدثنا عن العادات التي توارثها أهل المدينة عن آبائهم وأجدادهم وما زالوا أوفياء لها وما تلاشى منها بفعل الزمن. على كل حال احنا كي نتفكروا العادات القديمه وقت اللي كنا في العيد كانت احلامنا بسيطه، وقت اللي احنا كنا اطفال كنا نمشيو للدراجح، كنا نلبسوا دبش جديد، زياره المقابر خصوصا كي ثم وخصوصا كي يبدا ثم معناها شكون توفى وهو ما تعداش عليه العيد يمشيو يعيدوا عليه، وكانت عاده انه يمشيو يهزوا يقولوا يعملوا الجيتون، يعني هي خيمه تتعمل ويهزوا الخبز والزيتون ويوزعوا الخبز على الفقراء والمساكين. في منزل العمرضة تتجمع العائلة حول فطور الصباح المكون من حلويات متنوعة، أشهر الأصناف فيها المقروض القيرواني الأصيل. بل بجمعة من العيد كل مرة نتلموا في دار نخدم، معناتها نصنع الحلو. قبل كانت حلو بسيط اللي هو البشكوت والبسكوي العادي، البقلاوة وكعك الورقة، توا ولاو معناتها درجوا جدد. ديما موجود المقروض في ديارنا. ومثلما تعد الحلويات من المظاهر الأساسية لاحتفالات عيد الفطر، طبق الملوخية هو الطبق الرئيسي عندما يحل موعد الغداء يوم عيد الفطر. نسمع باللي هو العيد غدو الحي ويظهر الهلال، نحضروا الملوخيه نركبوهم الليل، نحضروا لها نفوح لحمها ورجلوها نخليها سلة على طول الليل، والصباح نقوم نكملوها تجي وقت الفطور قد هذيك الفطور نتاع نهار العيد. فرحة العيد تكتمل عند العمرضة عندما يستقبل الأهل والجيران لتبادل التهاني، وللأطفال نصيب من الهدية التي تسمى المهبة. أجواء عيد الفطر المبارك وما تحمله معها من مظاهر الفرحة والبهجة يعززها الحفاظ على عادات وتقاليد مدينة القيروان، فعيد الفطر مناسبة من المناسبات التي يستثمرها أهالي القيروان لتعزيز واستثمار موروثهم الثقافي. لتلفزيون البحرين من مدينة القيروان التونسية نسرين رمضانية.